مساء النور حبوباتي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل ملاح وتكونوا جوزوين بالجورني. جيتكم اليوم بالفيديو الاكثر طلبا على قناتي، بزاف منكم طلبوا مني فيديو للعناية باليدين، دونك اليوم راح نشارككم طرق ووصفات يمدوا لهم جمال ورطوبة. كاين بزاف بنات يعانوا من هذا المشكل، وبزاف يشوفوا في ايديهم اماكن داكنه او فيهم تجاعيد، فطبعا لازم لهم عنايه كيما نعتنيو بالبشره نتاعنا وبالشعر نتاعنا والنظافه. لازم نعتنيو بيدينا لانهم من علامات اللي تدل على جمال المراه. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتشاركوا الفيديو مع صحاباتكم اخواتاتكم باش يستفادوا معكم، وهيا نخليكم مع الفيديو. دونك اول حاجه راح نديروها راح نحضروا مقشر. دونك راح نسحقوا مغرفه كبيره سكر ومغرفه كبيره زيت زيتون ونخلطهم مع بعضهم. لهذا لوغوماج ننصحكم تداوموا عليه باش تشوفوا نتيجه مليحه، مع انه من اول استعمال تبان النتيجه نتاعو مليحه على البشره، بصح يسيو ديروه اموا خطره في سمانه لانه يساعد بزاف في التخلص من الجلد الميت ويخلي اليدين رطبين وناعمين، وتاني كيمد اشراق البشره. يعني الواحد بدل ما يروح يشري منتوجات ما نعرفوش مفعولها واضرارها على البشره نتاعنا، يعني من الأحسن نستخدم مكونات طبيعيين، منها ما يضروناش، منها عندهم فوائد بزاف، ومنها يعني يكونوا على علم بواش نحطوا على البشرة نتاعنا. دونك راح نحاول ندير مساج ليديا بحركات دائرية غير بالعقل كيما راكم تشوفوا، ونركزوا على المناطق الداكنة. بعد ما كملت لوغوماج غسلت يديا بما يكون دافي، ودوك ندوزو للخطوه الثانيه. هنايا راح تلاحظوا اون بريونس في يديكم، تحسوهم بزاف بزاف ناعمين ورطبين. وللخطوه الثانيه راح نسحقوا نصف حبه ليمون ونشاء اللي هي مايزينا او بيكربونات الصودا، اللي متوفره عندكم استخدموها. دونك هنايا راح نبدا نمرر الليمون على كامل يدي، نركز توجور كما نقول لكم على الاماكن الداكنه، باسكو الليمون بزاف بزاف يساعد على تبييض المناطق الداكنه في الجسم، وتقدروا يعني تستعملوه لاي منطقه في جسمكم اللي لاكولور نتاعها جايه شويه داكنه. راح ندير هذه المرحله لمده 4 أو 5 دقائق لكل يد. ومن بعد قبل ما ينشف الليمون على يدينا نجو نرشو النشاء والبيكربونات عليهم، نعمرهم مليح يعني نغطو كامل المناطق اللي مررتو عليهم الليمون، ونخليهم لمدة 10 دقائق.
ولحقنا للمرحلة الأخيرة بعد ما غسلت يديا، راح نحتاج ماء ورد وكريم ترطيب كآخر خطوة نديروها. دونك ماء الورد يمد نظارة بياض ونعومة لليدين، يستعمل تاني لحماية البشرة من أشعة الشمس. وتانيك راح نستخدم اون كريم بوغ لي مال اللي نستخدمها هادو ليامات. راح نحط لكم في لابار دانفورماسيون لا مارك نتاعها، كيف كيف كيما العاده راح نكتب لكم حوايج اللي لازم تقراوهم ونحطهم لكم في صندوق الوصف. دونك هنايا جبت دي كوتون هادو، وراح نبللهم ماء الورد ونمررهم على كامل يديا. بعد ما الورد نجي دوكا نابليكي ما كريم بوغ لي مالي نستخدمها بزاف هاد الايامات، هايله ترطب لي يديا مليح وما يكونوش ناشفين. نستخدمها مرتين 3 مرات في اليوم لاني ما نحبش يديا يكونوا ناشفين. تقدروا في بلاصتها تديروا شويه زيت زيتون يرطب البشره ويمد لها نعومه. وفوالا البنات، هذا هو الفيديو تاع اليوم. جيسبر تكونوا استفدتوا شويه معايا ومن الوصفات اللي هضرت لكم عليهم. وفوالا ما تنسوش تشتركوا في القناة إذا مازال ما راكمش مشتركين فيها، وتانيك بارتاجيو لاشين والفيديو مع صحاباتكم باش يدعموني. نحبكم ونتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.